صباح الخير، رمضان كريم على الجميع وعلى بلدنا، وإن شاء الله ينعاد بالخير والصحة والعافية على الكل بإذن الله. طبعا بقدوم شهر رمضان كتير مرضى بيراجعوا عيادات أو أطباء الغدد، بيسألوا أو بيطلبوا استشارات إنه هل بالإمكان إنه يستمروا بتناول أدويتهم، وإذا أو مثلا هل بإمكانهم إنه يصوموا. طبعا بالنسبة لمرضى الغدد، وطبعا ما لازم ننسى انه مرضى السكري كمان، رح نبلش بمرضى الغدد. طبعا مرضى الغدد اغلبهم ما في اي مانع من انه هن يقوموا بصيام شهر رمضان، فمثلا مرضى قصور الدرق هدول بيكونوا محطوطين على جرعة وحيدة يومية صباحية بالحالة العادية قبل الفطور بنصف ساعة على الريق. طبعا هدول المرضى بيقدروا يستمروا على ادويتهم واللي هي بشكل اساسي الالتروكسين، بيقدروا ياخذوا الدواء برمضان، بيصير موعد الدواء قبل السحور بربع ساعة، بس بشرط انه يكونوا صايمين على الاقل او تكون المعدة فاضية من الطعام على الاقل 3 ساعات قبل اخذ الدواء. هلا بالنسبة لمرضى فرط نشاط الدرق كمان ما في اي مانع من انه يستمروا بادويتهم، طبعا بتصير حبة مع بداية الافطار وحبة على الساعة 12 بالليل وحبة على الساعة على السحور. طبعا انا عم اقول حبة بحبة، بس هي حسب عدد الحبات، فالمرضى اللي عم ياخذوا حبتين اذا بضل المريض على نفس الجرعة الدوائية تبعيته. بالنسبة لمرضى فرط برولاكتين الدم، طبعا هن غالبا اناث، طبعا هدول ممكن انه يضلوا على الدواء تبعهم، بالحاله العاديه هن عم ياخذوا الدواء مساء قبل النوم. بقيه امراض الغده، يعني امراض الغدد ما بتصور انه في هالامراض اللي بتمنع انه بيمنعوا الصيام من تناول دوائهم، اذا بيقدروا البقيه انه يتناول الدواء حسب مواعيدهم وحسب الجرعات الموصوفه لهم.